يلا هنا السؤال الأول. هنا نسيت، معلش النت عشان I lost my calculator. هو ايه؟ ما هو السؤال الأول اوكي، بقول الإجابة. عندي المحادثة اللي موجودة عندنا في بيت 63 اللي هي جزئية المحادثة، لما أقول هنا أدهم is telling his father about his calculator that was lost at school. هنا ما هو يقول له how are you أدهم؟ I am fine. أدهم you look sad، شكلك حزين زعلان. What is the matter؟ ايه المشكلة اللي عندك؟ طبعا هجيبها من المقدمة اللي كان مداني فوق، واقول زي ما هانا قالت I lost my calculator. النقطة التانية بسأل يا كارما، قال لي I, it was hot، الجو كان حر، so I went to wash my face، when I came back I didn't find it. هو المفروض أسأل يعني هو ازاي ضيعها ولا ايه؟ ايوه بالظبط. طيب يبقى how did you lose it؟ How ايه did و you lose it؟ How did you lose lose it? How did you lose it? أو how did you know that it was lost? عرفت إزاي إنها ضاعت؟ تمام؟ يبقى how did you lose it؟ إزاي ضيعتها؟ أو how did you know that it was lost؟ عرفت إزاي إنها ضاعت أساسا؟ تمام؟ دي النقطة الثانية. هروح للنقطة الثالثة. مريم بسأل سؤال، قال لي yes I looked for it under كذا. Did you look under the desk? اوكي، او did you look for it وخلاص. تمام، did you look for it، دورت عليها كويس. did you look for it، هل انت بحثت عنها ودورت عليها؟ باجي بعد كده بيقول لي هنا what should I do dad، اعمل ايه، ماذا ينبغي ان افعل يا بابا؟ قلت ايه يا نور؟ ممكن أقول don't be sad أو that's okay. اوكي جميل، مفيش مشكلة، دون بساد او دون وري مثلا، وبعدها التكمله اللي موجوده. تمام، دي اجابه، دي اجابه. اجابه تانية، اجابه تانية. محمد كتبت ايه في النقطه الخامسه، النقطه الرابعه المفروض؟ look for it in your bed. اوكي ما فيش مشكله، تمشي برضو. ها ايه تاني كتبت ايه هنا في النقطه فور؟ كاتبة it's okay don't worry. اوكي دون وري، ماشي. مريم I كتبت keep looking for it. keep looking for it، وماله؟ تمام. ايه تاني كتبت يا كارما؟ زيهم. لا look for it carefully. تاني تاني بقى قولي. كتبت look for it carefully. اوكي، كل الاجابات بتاعتنا في النقطة نمبر 4 اوكي تمشي طبعا، اللي هي ذاتس اوكي وبابا بيكمل، او دونت وري وبابا بيكمل، او ممكن نقول له تراي تو لوك فور ات اجين، حاول تدور عليها مره تانية. اف يو دونت فايند ات، لو ما لقيتهاش اي ويل جيت يو انذر وان. لو باباك بيقول لك كده يا محمد هتقول له ايه؟ Thanks, Dad. ثانكس داد، او ثانك يو داد. اوكي، النقطه اللي بعد كده، الحمد لله على السلامه يا لينا. ايه يلا مديني confusing و famous و don't و didn't و confused و directions، ويقول لي هنا كملي القطعة دي. يلا، when I visited Mansoura for the first time to join the university I was confused. confused، وقلنا هي الكلمة بتاعت الدرس الأخير confused، كنت محتار مرتبك أو متحير. I know how to get to the university، هقول ايه هنا؟ لينا كملي. didn't I didn't know how to get to، ما كنتش عارف ازاي اوصل الجامعة. I asked someone for the directions. for طبعا directions. directions. It was far away so I took a taxi. After that I lived for 4 years happily in that city. Famous famous city. In that famous city. تمام.
اروح بعد كده للسؤال الثالث. يلا يا منة، دخلت ولا لسه؟ يا سيد يلا يا منة. ها، the حضرتك antonym of the word thick، عكس كلمة thick. لايت طبعا هنا كانت كلمة thick بمعنى كنا سميك أو تخين، فأقدر أقول عكسها هنا تمشي لايت. نمبر تو، يلا يا مين دخل دلوقتي؟ حبيبة لسه بتدخل. طيب ليني، أيوة سيف. يلا يا ليني نمبر تو. بقول we add the suffix a to get the adverb from the word main. الواي اللي واي عشان تبقى mainly. نكمل نمبر 3. يلا يا لوجي، موجودة؟ لا. نور نمبر 3. we found the exam quite hard. the synonym of the word hard is difficult. difficult. نمبر 4. مريم، I organized a meeting between me and my friends. The word organized means arranged. Arranged. Number 5. يلا يا كارما، to get the antonym of the word active, we use the prefix un. Unactive. يلا محمد، there is a thick hair that covers the body of an animal. تاني واحدة. تاني واحدة طبعا اللي هي fear. Number 4. يلا يا منة، the pyramids are visiting by thousands of tourists every year. هتبقى the pyramids are visited. Are visited طبعا. Are visited. ايوه يا هنا، هي رقم 5 في اللي تشوز هتبقى ايه؟ 5 في اللي تشوز انهين؟ فوق اهو دي لا ان اكتف. تمام. ان اكتف، ان اكتف. تمام. To get the antonym of the word active, active عكسها inactive. In اللي هي IN. Number 2. يلا يا مريم، different kinds of food cook for the guests last night. Was cooked. طيب هنمشي واحدة واحدة، لأن قلنا هنا الأساس تحديد الفاعل، الأساس تحديد الفاعل. هنا الفاعل هنا هل هو food ولا الكايندس؟ الفود. لا كايندس نقول different kinds of food. مالها مالها different kinds؟ ها where cooked. where cooked ليه وير مش ار لوجود لاست؟ طبعا يبقى عرفنا، هبدا في الاول واز اوير لوجود كلمه لاست. الحاجه الثانيه، هل انا بتكلم عن الفود عشان اقول فود واز، ولا كايندس اوف فود؟ كايندس اوف فود. يبقى كايندس هنا وير كوكد. نمبر 3. يلا يا حبيبه، حبيبة نمبر 3. بقول a bag full of money find on the road after the accident. هنا برضو يا مريم نفس الفكرة بتاعت الجملة اللي فاتت، هنا كده كده هتعامل معاملة المفرد لأن الماني مفرد وهنا الباج مفرد، لكن الأساس في الفاعل هنا أنا هستخدم was أو are أو is أو where بناء على إيه؟ على إن الفاعل اللي عندي هو كلمة a bag. فهنا برضو نفس الفكرة، الفاعل هنا هو kinds.
مش فود. نكمل. يلا يا حبيبة، انا ما اعرفش يا سيدي، كنت غايبة حصل فين. ألف مبروك. محمد وائل، محمد وصفهم طبعا هنا a bag full of money was found. was found after the accident، وجدت توجدت لقوها بعد الحادثة. number four. يلا يا لينا. ايوه سي لينا number four. بقول new roads are built. are built. ليه مش where؟ عشان every year. لأن أنا عندي هنا كلمة بتدل على المضارع اللي هي every year، يبقى are built. آخر جملة، في حد ما جاوبش خالص؟ ها؟ طب سير، هو في ثلاثة ليه was، يعني لو تنفع is ولا لا؟ تمام. لا ما تنفعش is طبعاً. في نمبر 3 تاني اللي هي باج فول اوف ماني، بقول هنا is found. is found بتوجد دلوقتي، بتوجد، هقول شنطة فلوس بتوجد بعد الحادثة. ها ولا وجدت بعد الحادثة؟ تمام. نراجع قواعد النحو بتاعتنا. يبقى a bag full of money was found، اتوجدت لقوها بعد الحادثة. النقطة اللي بعدها قلنا new roads are built طبعا لوجود every year. آخر نقطة يا مريم، بقول who break the glass of this window yesterday. جميلة الجملات. أه؟ who broke. هنا مش هحول طبعا لان انا بسأل عن الفاعل اللي عمل الحاجة دهيت. يبقى هو بروك ذا جلاس اوف ذيز ويندو يسترداي، مين اللي كسر الازاز ده امبارح. تمام. ده بالنسبة للجزئية اللي كانت عندي في الاكسرسايز. بعد كده قلنا الجزء ده هو لازم براجعه كويس، اللي هو اهم كلمات اليونت بالاضافة لجزئيات الجرامر اللي عندي حتتين، اللي هي جزئية المضارع البسيط في المبني المجهول عشان الناس اللي ما كانتش موجودة الحصة اللي فاتت، قلنا إذا وار أو آم وتصريف ثالث في المضارع، واز أو وير زي التصريف ثالث طبعا في الماضي. بعد كده كان عندي هنا هوت جزئية تانية هو عاملها لنا في الكتاب، اللي هي جزئية كلمات بنك الأسئلة، يعني الكلمات اللي هتلاقيها في وشك في الامتحان، اللي هي الجزئيات دي. تمام. هروح بعد كده للامتحان. الجزئية الأولى في المحادثة، بقول حمزة is talking to أشرف about the White Desert National Park. جزئية الأولى بقول good morning أشرف، can I ask you some questions about the White Desert National Park. هقدر أقول إيه هنا يا ليني؟ good morning أشرف. yes you can. yes you can. واحدة. yes sure. of course. تانية. شور التالتة، with pleasure الرابعة، وهكذا. تمام. يبقى دي كلها إجابات على الناس اللي بتستأذن مني عشان تسألني سؤال، يبقى أقدر أقول له yes of course أو شور أو yes you can. بعد كده بقول له what are your questions، قول لي بقى إيه هي أسئلتك. سأل أول سؤال اللي كانت إجابته it's on the western side on the Nile and continues into Libya. سألت بإيه يا محمد؟ يا محمود، خليك يا محمد. محمود محمود. ايوه سي. ايوه محمود. ها سألنا بايه هنا؟ بقول لي it is on. where is it. where is it. بس هنا where is it اللي هي where is ايه. Where is the White Desert National Park? Where is the White Desert National Park? تمام يا شباب؟ عشان يكون السؤال كامل. أقول له it's on the western side of the Nile and continues into Libya. سألت سؤال تاني، قال yes it contains five oases.
فيها 5 واحات، سألت بإيه هنا يا مريم؟ Does it contain 5 oases؟ مش لازم 5 بقى. Does it contain any oases؟ Does it contain any oases؟ هل هي فيها أي واحات؟ Yes طبعاً it contains 5 oases. النقطة اللي بعد كده، Why do the rocks have strange shapes؟ هل the wind made them into strange shapes؟ Do you have any other questions؟ عندك أي أسئلة تانية يا هنا؟ Yeah, no thanks. No thanks أو no thank you. بعد كده هتقولي إيه يا كارما؟ You're welcome. You're welcome. أروح بعد كده لجزئية أكمل. يلا يا نعمين. ما ينفعش في نمبر 5 لما يقولي مثلا no thanks أقول له anytime؟ يعني إيه؟ تشرفنا في أي وقت يعني؟ أنت وكيفك يا حبيب؟ تمام؟ بس الأفضل طبعاً لما أقول thank you أو thanks you're welcome أو no problem. You're welcome أو no problem الاثنين. يلا يا منة مديني مجموعة الكلمات اللي قدامنا اللي هي tourism, tourists, looked, species, wildlife, looking. بقول we should protect the in Egypt. Wildlife. لازم نحمي الحياة البرية اللي موجودة في مصر. Different of plants. Different species. Species طبعا سلالات أو أصناف من ال plants and animals are endangered معرضة للانقراض because of man's bad activities بسبب أنشطة الإنسان الضارة أو السيئة. We can encourage more and more to visit Egypt. Tourists. سياح. ها بعد كده بقول to see these natural places if they are after well. Looked. If they are. Looked. ها. Looked. If they are looked after well. لو هم بيهتم بيهم بطريقة جيدة. تمام. طبعا. الحتة الأخيرة تاني عشان زمايلنا هنا كان مديني looked ولوكينج. طب ما أنا بقول they are looking after. تمام ده لو أنا بقول هنا هو they are looking after وجبت بعدها مفعول على سبيل المثال they are looking after the natural places. إنما هنا هو بقول these natural places if they زي اللي هي natural places are looked after well. يعني لو اهتم بها او لو اخذت رعايه او عنايه. مفهوم الحته بتاعت لوكد دي يا شباب؟ سير ها ما اشوف حضرتك تاني جزئيه الاخيره معنى كلامنا في اخر جزئيه دهيت we can encourage more and more visitors أو tourists. هنشجع سياح كتيرة to visit Egypt to see these natural places عشان يشوفوا الأماكن الطبيعية دهيت. If they are زي هنا مش عايدة على tourists زي هنا عايدة على الأماكن. تمام. If they اللي هي الأماكن الطبيعية دهيت are looked after لو اهتم بها. تمام. If they are looked after لو حد اهتم بيها يعني. ده بالنسبة لجزئية القطعة. هنروح نشوف جزئية الريدنج. مديني هنا وين was the last time you walked down a letter free street. Although millions of pounds are spent on cleaning rubbish every year, this alone can't solve the problem. The solution lies in our hands. Dropping litter in the street must be against the law. People who throw litter in the streets should be fined. لازم يغرموا أو يدفعوا. Litter isn't only ugly, but
it's also dangerous مش لحد ان هي حاجه وحشه او قبيحه بس لا دي كمان خطيره. Why is there so much litter? Most consumer productives are over packaged. A single item may be wrapped in plastic, put in a box, wrapped in cellophane, اللي هو السلوفان, and then put in a plastic carrier bag. We can solve this problem by recycling paper and plastic bottles. Never drop litter. Consider the smallest piece of paper contributes to the problem. Avoid buying over packaged item from supermarkets and take your own carrier bags. You could also organize a day trips to the local countryside and beaches on holidays to pick up rubbish if everyone makes themselves responsible for maintaining high standards of cleanliness in their area, the problem may be solved. الجزئية الأولى هنا لما أقول the main idea of the passage is, المين idea من الأربعة اللي قدامي, هل هي throwing litter is a problem that can't be solved, ولا don't recycle all the plastic bottles so how to stop the litter problem, ولا we all are responsible for solving the problem of litter, ولا people who throw litter should be punished. اخترت ايه هنا يا كارما؟ سي. طيب هنا هنا ايوه سي تمام. أنسب إجابة هنا هي الإجابة C اللي هي we are all responsible for solving the problem of litter. كلنا مسؤولين عن حل مشكلة الزبالة. Number two. Well, after reading the passage, بعد ما قرينا القطعة, we see that the two words اللي هي rubbish and litter are A. Rubbish و litter الاثنين A. يا نور. Synonyms طبعا. مترادفات. Number three. The underlined word contributes can be replaced by. يلا يا مريم. Contribute معناها ايه في الكلمات اللي قدامك الاربعة؟ adds ولا damages ولا hurts ولا destroys؟ adds طبعا ما فيش غيرها, لانك لو جيت تختاري حاجة من التانيين بغض النظر عن وجود add هلاقي ان damage هي destroy هي هيرت. وعندي كلمة contribute هنا بمعنى يساهم, contributes بمعنى يساهم اللي هي adds. بعد كده بقول after reading the passage do you think we can solve the problem of litter in the future, بعد ما قرينا الكلام ده منا هل شايفة ان احنا ممكن نحل المشكلة دي؟ انا كتبت of course if we are cooperating متعاونين. If we are cooperated مفيش مشكلة. تمام. يبقى هنا هوت الإجابة الأولى yes I think so, أيوة أعتقد ذلك, وأقدر أبني رأيي على أي حاجة. ممكن أقول maybe the problem be solved in the future, ربما تحل المشكلة في المستقبل. طبعا if everyone does his role, لو عمل كل واحد الدور بتاعه. لما أجي هنا هوت وده كان آخر سؤال في القطعة اللي تمام. أوكي. Number five بيقول لي هنا summarize the last paragraph of the passage in your own words. يعني لخصه لي بطريقتك أنت. طبعا يوم ما هلخص في جملة أو اتنين بالكتير. هلخص في جملة أو اتنين بالكتير. هو ما قاليش حد ما حددش. يعني احنا كنا بنشوف أمثلة في الترم الأول بيقول لي حدد أو اتكلم في جملة. لما رحنا الامتحان طبعا اللي كان عامل الامتحان طلب منا ثلاث جمل, يعني كان عايزنا نكتب القطعة مرة تانية. طيب النهاردة أقدر أعبر عن الفكرة اللي موجودة بجملة برضو واحدة. Summarize the last paragraph, آخر paragraph in your own words. آخر paragraph هنا
يا لينا آخر باراجراف اللي هو بدايته never drop letter. أنا ما عملتش السؤال ده. ليه؟ ما عرفش عملته. طيب تمام، أنت ما عرفتهوش. هو أنت مش فاهمة الجزء ده هو معناه إيه؟ لما أقول لك never drop letter consider the smallest piece of paper contributes to the problem، معناها ما ترمي الزبالة، اعتبر أن كل قصاصة ورقة بتساهم في المشكلة، أي حتة ورقة أنت بترميها بتساهم في المشكلة. Avoid buying over packages items، ما تشتريش عبوات كتيرة أو علب ملفوفة لفات كتيرة من السوبر ماركتس. And take your own carrier bags، ومعاك طبعا أنت الحامل الحقائب بتاعك. You could also organize day trips، وممكن تساهم طبعا بأنك تعمله هنا هو أيام أو يوم تقدروا تجمعوا فيه القمامة. لو كل واحد بيعمل دوره أهي أقدر أكتب الجملة ده، أكتب الجملة ده. If everyone makes themselves responsible for the maintaining هنا تمام high standard of cleanliness in their area the problem will أو may be solved. ديت ممكن أعتبرها ملخص الحدوتة دي كلها. دي واحدة، دي طريقة، دي طريقة. الطريقة التانية كتبت إيه هنا؟ وأنا قلت ليه maintaining high standard of cleanliness in every area to solve the problem of litter، وقلت اللي هي المين ايديا بتاعت البس دي في السؤال اللي فوق اللي هي we all responsible for solving the problem of litter. جميل، اهي اهي اهي، ما هي الحتة دي بتديني لو كل واحد حس بمسؤولية ناحية المشكلة دي. تمام، عملت ايه يا محمد؟ قول. انا عملتها how to solve the problem of litter. اوكي، ممكن اقول ways to solve the problem of letter، اهي ways to solve the problem، لانه هنا قايل لي الحلول، هنا قايل لي الحلول. ها، ممكن اقول ايه تاني محمود؟ على محمود يطلع هنكون خلصنا. طيب يلا يا ليني. ايه يا سيدي، كتبت ايه في الجزء ده؟ ها، انا قلت زي محمد كده، سألت طب. اللي هو هاو تو. اوكي، كتبت ايه يا منى؟ كتبت solving this problem by recycling، حل المشكلة بالريسايكلينج. ده فين؟ تعالي لي هنا، تعالي للباراجراف الأخير اللي هو كتبه. الباراجراف الأخير فيه ريسايكل، في كلمة ريسايكل عندي هنا؟ لا، يبقى ما مش تبعنا خالص، ما ينفعش. ريسايكلينج مش موجودة هنا، صح؟ صح؟ اه، مش موجودة، يبقى ما ينفعش اعتبرها هي الجملة اللي بتمثل الباراجراف. جملة بتمثل الباراجراف يعني انا باخد اللي انا فهمته من الاربع خمس سطور اللي قدامي. فهمت ايه من هنا؟ ان كل واحد مسؤول عن حل هذه المشكلة دي واحدة. تمام؟ تمام؟ تمام يا سيدي. تمام. برضو أقدر أقول ways to solve the problem، طرق لحل المشكلة، طرق لحل المشكلة. لما كان بيقول لي اتجنب إنك تشتري عبوات، اتجنب إنك ترمي ورقة، اتجنب أو اعمل لي هنا يوم تجمع في زبالة، يبقى دي اسمها ways to solve the problem، ways to solve the problem of litter. تمام يا هنا يا كرمة. أروح بعد كده لنمبر 6. بقول if you are asked to suggest a way to solve the problem of litter what will you suggest. هو الراجل عمل لي suggestions عنده هي فوق، هو اداني اقتراحات، فهو بيضحك عليا تاني هنا تحت ويقول لي لو انت اتسألت انك تدينا اقتراح لحل المشكلة، ما هي اقتراحاتك او ايه الاقتراح اللي انت هتقوله؟
ها كتبت ايه يا نور؟ اقتراحك لحل المشكلة ايه؟ Recycle the plastic and papers and don't drop the rubbish on the street كده يعني. وكده يعني وكده يعني ماشي ماشي. اسمعي تاني اسمعي تاني. طبعا ممكن يكون حل حد فينا في القطعة اوكي، وحل تاني بعيد خالص بيعتبر اوكي برضه، ولكن المفروض ان انا بدور على الاجابات الاكثر نموذجية. تمام، كتبت ايه يا كارما؟ هو الراجل بيقول لي اقترح وهو كان مديني اقتراحات فوق. أيوة كتبت avoid buying overpackaged items from supermarkets ده and take اقتراح your own. اللي هو تجنب إلقاء كذا، يبقى هقول let's avoid buying كذا، أو how about avoid، هنا how about avoiding مثلا. تمام، ايه تاني ممكن اقول؟ why don't we avoid buying، او جزئية طبعا ممكن طالما بيقول لي اديهالي في شكل suggestion في شكل اقتراح، اديها له في جملة اقتراح، او ممكن اديله الجملة على طول اللي هي avoid buying. دي واحدة. الحاجة التانية، ما هو الراجل قايل لي 20 اقتراح اهوت. ايوه ما انا كتبت الريسايكلينج كمان. هو بدأ لي وقال لي انت تقدر تحل المشكلة دهيت ب never drop plastic، ادي واحدة. التانية اللي هي avoid buying. التالتة كان بيقول لي طبعا you could، هنا هو you could also organize day trips to the local countryside and the beaches holidays. تمام، دي كلها طبعا حلول واقتراحات. تمام يا شباب، هروح بعد كده لجزئية الاختياري. الجملة الأولى، يلا يا محمود. مريم، we can get the verb of danger by adding the prefix en عشان تبقى in danger. Number two، يلا يا ليني. It's healthy to eat food with natural ingredients. The synonym of the word natural. Normal. Natural هنا اللي هي normal طبعا. النقطة التالتة، يلا يا حمزة. To form the noun of the verb deforest, 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 we add the suffix. الكلمة اللي احنا اخدناها اسمها ايه؟ هنا أول واحدة ايشن، أول واحدة عشان تبقى deforestation. ايه من دولت is the natural home of an animal or plant. natural home هنا يا محمد اللي هو بسميه كلمة ايه؟ habitat اللي هي habitat. سير نعم ممكن يجاوب؟ يا دي الهنا، يلا يا حبيب. The antonym of the word fill، عكس كلمة fill. Empty. Empty. Number six. يلا. يا كارما. He took 3 hours to get to his house. His house is very remote. طبعا هنا هو هقدر أقول له is very remote، بعيد. He took 3 hours to get to his house. استغرق 3 ساعات عشان يوصل بيته، معنى كده ان بيته ده ريموت، بعيد. اروح بعد كده لجزئية الكوريكت يا لينا. بقول a nice goal score in the match last night. Was scored. Was scored. Number two. ليني. Glass make from sand. أنا سير؟ أيوه ليني. Is made. Is made from. Is made from. Is made from. يبقى glass is made from. وطبعا دي طبعا بتكلم عن حقيقة، يبقى بستخدم كده كده المضارع البسيط. Number three. يلا يا نور.
هو واز ذا تاج محل هو واز تاج محل باي واز بيلدد بيلدد باي هو الراجل اداني واز اهيت واز هو الدهاني يبقى انا عايز نوت بس التالت من بيلد التالت من بيلد اسمه ايه بيلد بيلت بس بيلت بس أي؟ يبقى هو واز ذا تاج محل بيلت باي بني بواسطة مين بيلت نقطة نمبر فور يا محمد بقول ذا ستيشن بيلد لاست يير واز بيلت واز بيلت اللي موجودة فوق واز بيلت آخر جملة يا منة بيقول لي does the housework done by her هتبقى is the housework done by her تمام أروح بعد كده لجزئية كان عندنا حاجة هنا stop here ده لمين للأزهر أزهر تعالوا لي هنا هوت للجزئية دي الخمس جمل اللي عندنا تحت يلا يا هنا playing all the time is a big of your life هنا 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 كارما سير ها كارما نمبر وان هي هنا راحت فين هنا عندها نت تمام اوكي نمبر 1 هنا في الجمل اللي هي الخاصه بالناس اللي عندها يعني نسبه ذكاء يلا playing all the time is a big lost a big a big انشي lost معناها خساره اللي هي الاسم يعني لا الاسم ما كانش lost اللوست كانت الثاني والثالث لوز لوست لوست ده الفعل وتصنيفاته انما الاسم منها لوس ايوه ما شفتهاش في الماس طول عمرك بقالك 20 سنه بتاخدي ماس ما خدتيش لوس تمام يبقى ابيج لوس خساره كبيره لوس نمبر 2 مريم بيقول لي امازون ده طبعا قلنا طبعا هنا هوت البحار والمحيطات وغيره لازم تصبغ بذاء نمبر 3 لينا a five boy isn't old enough to work years ده هو جبالك في المتميزة يعني لازم تبقى حاجة شاذة مع انها مش شاذة بالنسبة لنا لاننا شفناها في منهج اولى اعدادي وشفناها في منهج تاني اعدادي وشفناها الحصة اللي فاتت year ايوه year بس A boy يبقى year بس لأنها هنا بتعتبر صفة يعني الولد اللي عنده خمس سنين أوكي okay. A five year old A five year old